مرحبا، أنا جيس من فريق إنستنت بوت ميدل إيست، واليوم رح نشوف سوا طريقة تحضير أطيب عصيدة بالإنستنت بوت ديو. كلكم تعرفوا أنه بي إنستنت بوت ديو في عنا وظيفة تحضير العصيدة أو الشوفير، واليوم رح نشوف سوا كل الأسرار والمعلومات المخبية وراء تحضير الأوت ميل أو البورج أو العصيدة. لتحضير الأوت ميل بالإنستنت بوت، معلومة كتير مهمة بحب شارككم فيها، أنه لكل كوب من الأوت ميل أو من الشوفان يلي هو مطحون بالحجر بدنا نضيف 3 أكواب من المي. على العلبة عادة إذا بتلاحظوا رح يكونوا كاتبين لكم لكل كوب، مثلا أنا هيدا الشوفان يلي عم استعمله عايزة 6 أكواب من المي، بس لأنه عم نستعمل الإنستنت بوت رح نقسم هالكمية بالنص ونضيف بس 3 أكواب من المي. منسكر غطاء الانستنت بوت. بهالمرحلة ما لازم ننسى انه زر تنفيس البخار لازم ينتقل من الفنتنج او التنفيس للسيلينج او الاغلاق. منروح على شاشة الانستنت بوت، نختار وظيفة البورج او العصيدة. رح نلاحظ انه عندنا 3 خيارات، less normal more او اقل عادي واكثر. هيدا الشيء بخلينا نختار حسب القوام يلي نحن بنحبه، كل ما نكون نحب قوام لين وطري اكثر بنروح على المور او الاكثر، انا بحب العصيده بقوام شوي قاسي، رح نختار نتحكم بالوقت ونختار 4 دقائق، رح نسمع هلا صوت البيب. هيدا صوت البيب يعني انه الانستنت بوت هلا بلشت تبني البخار وتحضر لنا العصيده. الكتير حلو انه نحن ما عنا انه نوقف على الغاز ونضل عم نحرك العصيده بالانستنت بوت، هي بتحضرها وبتخلصها لحالها بس بفتره كتير قصيره. من بعد ما سمعنا 10 بيبس وشفنا الزيروز على شاشة الانستنت بوت، هيدا بيعني انه الانستنت بوت ديو انتهت من تحضير الاكل يلي بدخلها. من بعد ما خلصت الاوت ميل او العصيدة بالانستنت بوت، كتير مهم انه ما نعمل كويك ريليس او تفريغ سريع للبخار، لازم نترك الانستنت بوت تفرغ البخار لحاله. بعد ما تفرغ البخار صار فينا نشوف العصيدة يلي حضرناها بطريقة كتير سريعة بلا ما نوقف حد الغاز، ويكون عنا انه نحرك كل الوقت. وهيك بنكون شفنا سوا كل الاسرار المخبية ورا تحضير الشوفان او الاوت ميل بالانستنت بوت ديو من خلال وظيفة تحضير العصيدة. ما تنسوا تنضموا لمجتمع الانستنت بوت على فيسبوك يلي هو مؤلف من 3 ملايين شخص انغرموا بالانستنت بوت لدرجة انه قرروا يبنوا هالمجتمع على الفيسبوك. كمان ما تنسوا انه دايما فيكم تتابعوا الاف الوصفات على يوتيوب شانل وتطبقوها ببيوتكم. اذا عندكم اي سؤال او اي معلومة او استفسار بتحبوا تشاركونا فيهم او تسألونا اياهم، ما تنسوا انه دايما فيكم تتواصلوا معنا على الرقم يلي محطوط تحت هالفيديو. انا بوعدكم انه رح نلتقي قريبا بوصفات جديدة للانستنت بوت ديو، تابعونا.